خلينا نتكلم يعني بعيدا عن الاخبار. في الحقيقه في مشكله مثاره حاليا بين النادي الاهلي ونادي الصفاقسي التونسي. بما اننا بنتكلم على اخبار النادي الاهلي، المشكله كانت بشان مستحقات النادي الاهلي لدى النادي الصفاقسي التونسي. المستحقات كانت 100,000 دولار تم تحويلها بالخطا للنادي التونسي، وكان من المقرر تحويل المبلغ ده لنادي ليون النيجيري قبل سنوات. المبلغ ده بقى ايه؟ بقى قصه المبلغ ده بتمثل قيمه رعايه النيجيري جونيور اجايي لاعب الاهلي الحالي والصفاقسي السابق، اللي بسببها اصدر الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا لصالح النادي الاهلي ضد الصفاقسي التونسي قرار بيقضي بايقاف الصفاقسي في القيد او من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركه في بطوله افريقيا في نسختها المقبله. الاتحاد التونسي لكرة القدم في الحقيقة كان عنده استعداد وأبدى استعداده لتسديد ال100,000 دولار للنادي الأهلي من أجل عدم تطبيق الحكم اللي صدر ليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح النادي الأهلي ضد الصفاقسي التونسي. ولكن تفاصيل كتير في الحقيقة في الأزمة دي وكلام كتير من جوه الكواليس. خلينا نعرف تفاصيل أكتر وناخد سكايب مع كابتن طارق سالم مدير الكرة السابق بنادي الصفاقسي التونسي. مساء الخير عليك يا كابتن، وفي البداية طبعا كلمنا عن تفاصيل الأزمة، طمنا عليك وتفاصيل الأزمة. كنت أنت في الوقت ده مدير للكرة بنادي الصفاقسي التونسي. أولا مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الأعزاء في مصر وفي كامل أنحاء العالم. هي أزمة صغيرة ما بين زوز فرق كبار، نعتبر أن معناتها ممكن الأزمة المالية نتاع النادي الصفاقسي هي اللي ساهمت في الشيء هذا، لأنه النادي الصفاقسي معترف بأنه الأهلي عنده مستحقات لدى النادي الصفاقسي وهي كانت في خطأ معناها من النادي الأهلي، معترف بالمبلغ هذا. والأكثر من هذا أنه فما مجهودات نتاع رئيس اللجنه القانونيه نتاع النادي الصفاقسي سامي بوصرصار، الكابتن انيس بوجلبان عضو في مجلس اداره النادي الاهلي هو خالد مرتقى، معناها هذوما الكل عملوا مجهودات وقعد دفع قسط صغير من المبلغ كامل من المبلغ المطلوب للنادي الاهلي. لكن مع الازمه الماليه اللي يمر بها النادي الصفاقسي واللي ازمه كبيره برشا معناتها يمر بها النادي الصفاقسي، خلاه يمكن يتلكأ شويه في الاقساط الثانيه اللي متفاهمين عليها. هذا اللي خلى النادي الاهلي معناتها يلتجأ للفيفا، وهذا حق من حقوقه. لكن اللي نعرفه واللي متاكد منه انه النادي الصفاقسي باذن الله باش يحاول في اسرع وقت انه يطوق الازمه هذه، لانه النادي الصفاقسي معني بالمشاركه الافريقيه خاصه السنه القادمه، لانه متراهن جدي على المرتبه الثانيه ويحب يكون موجود في الشامبيونز ليج. ما اعتقدش انه مسؤولين نادي الصفاقسي باش يغامروا ويخليوا رواحهم للعقوبه خاصه من نوع هذا، من عدم المشاركه معناتها في المشاركات الافريقيه خاصه الشامبيونز ليج. نتخيل معنا الازمه هذه باش تعدي، والازمه هذه ما نتخيلش باش تاثر على علاقه زوز انديه معناها كبار في افريقيا. كما قلت لك الازمه الماليه هي موجوده من قبل، ومع زيد الازمه نتاع الكورونا زادت ازمه الوضع نتاع النادي الصفاقسي على المستوى المادي. ولكن اعتقد انه المسؤولين باش يحاولوا ويعملوا معناتها اكثر ما يمكن انهم باش يطوقوا الازمه هذه ويحاولوا يخلصوا مستحقات النادي الاهلي. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله بتؤكد ان النادي الصفاقسي التونسي هو فعلا ما عندوش مشكله وعنده الاستعداد ان هو يسدد المبلغ، ولكن الازمه الماليه اللي تعرض ليها الصفاقسي التونسي ده اللي خلاه ان هو يتاخر في سداد المبلغ للنادي الاهلي. طيب هل الاتحاد التونسي هيتدخل او في نيه ان هو يتدخل لحل الازمه وممكن طرديه، يعني يشوف ايه الامور ممكن تتحل ازاي مع النادي الاهلي حتى لو هيسددها على دفعات؟ نعتقد معناتها الجامعه التونسيه دائما كانت مع الانديه، مع ازمه النادي الافريقي ومع ازمه النادي البنزرتي مع الفيفا، ازمه النادي الافريقي مع لاعب الجزائري ومع فريق العلمة الجزائري كانت دخلت وكانت حاولت تساعد الفرق. نعتقد هذا معناتها اقل واجب نحو فريق كما نادي الصفاقسي اللي يمر بازمه ماليه، وفي اطار المساواه في المعامله بين الفرق. نعتقد الجامعه التونسيه عندها مسؤوليه
انها تحاول تطوق المساله هذه وتعاون النادي الصفاقسي في الازمه اللي تعدى بها. ولكن اللي متاكد منه انه معناتها النادي الصفاقسي مهما كانت الازمه نتاعو نعتقد انه معناتها 100,000 دولار ولا ماهوش مبلغ معناها اللي كبير. ونتخيل نادي الصفاقسي معناتها باش المسؤولين نتاعو ماهوش باش يخليه معناتها ماهوش باش يخليه الفريق يتحرم من مشاركه افريقيه. جماهير نادي الصفاقسي تستنى في مشاركه افريقيه يمكن 4 5 سنوات. نادي الصفاقسي ما شاركش في معناتها دوري الابطال خاصه اللي نادي الصفاقسي من اهداف الهدف الاول نتاعو هو المرتبه الثانيه والمشاركه في دوري الابطال. نعتقد انه معناتها نادي الصفاقسي باش يعمل كل ما في وسعه. والاخبار اللي عندي ان شاء الله تكون صحيحه انه في اقرب وقت نادي الصفاقسي باش يحاول يسدد المبلغ هذا. طيب معز المستيري المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي اكد على وجود اتفاقيه شراكه بين اداره نادي او نادي الصفاقسي التونسي والنادي الاهلي بيقضي بتبادل اللاعبين. ايه حقيقه الامر ده وانت كنت من يعني من الكواليس وداخل نادي الصفاقسي التونسي، حقيقه تبادل اللاعبين ايه القصه دي؟ والله ما مانيش موجود. انا عندي غادرت الفريق منذ 4 أو 5 سنوات تكه التسيير، ولكن موجوده هي حتى ولو ماهيش موجوده على الورق موجوده مفاهمه ما بين الاهلي والنادي الصفاقسي. وتشوف انت السنه الفارطه كان عمرو جمال كان ينجم يكون موجود في النادي الصفاقسي، السنه هذه حسين السيد. النادي الصفاقسي فرط في 2 لاعبين من اهم اللاعبين واعطاهم للاهلي المصري مقابل مادي صحيح، لكن ديما الاولويه تكون للاهلي. اعتقد انه فما مفاهمه حتى اذا كان مش عقود معناها مكتوبه يمكن حتى مفاهمات معناتها شفاهيه اللي تخلي معناتها النادي الصفاقسي يحاول يكون في شراكه حتى ولو معنويه مع النادي الاهلي. ولكن اعتقد انه معناتها انا هذا رايي الخاص ان الشراكه هذه المستفيد منها فنيا هو النادي الاهلي، انه النادي الاهلي خذا 2 لاعبين معناها كبار في صفاقس وكانوا ينجموا يعاونوا النادي الصفاقسي على المستوى الفني. صحيح النادي الصفاقسي استفاد من مبلغ مادي محترم، لكن الفرق الكبرى غايتها الاولى هي جلب الالقاب وجلب اللاعبين المميزين وليس الربح المادي. لكن هذه معناتها سياسه هيئه نادي الصفاقسي الحاليه، نعتبرها ماهيش في مستوى فريق كبير، لانه يعني الفريق الكبير يلوج على الالقاب ما يلوجش على الربح المادي. لكن يمكن الازمه الماديه اللي تعدى بها نادي الصفاقسي يخلي في بعض الاحيان بعض الرؤساء يخموا في مستوى معناها ضيق ولا يخموا في مستوى مادي. لكن الفريق بصراحه معناها الفريق لو كان فريق نادي الصفاقسي كان فيه موجود علي معلول وجونيور اجاي كان يكون بوجه اخر سواء في البطوله التونسيه ولا حتى في مشاركات خارجيه. طيب بالحديث عن انتقال اللاعبين، كيف ترى انضمام حسين السيد لاعب الاهلي الى الصفاقسي التونسي على سبيل الاعاره؟ والله هو فرضته الظروف نتاع النادي الصفاقسي، لانه النادي الصفاقسي عنده سنوات منذ خروج علي معلول هو يعاني على الجهه اليسرى. وفي المقابل زاد النادي الصفاقسي ما عندوش امكانيات ماديه لانتداب لاعبين ممتازين خاصه معناتها في جل المراكز. قلت لك النادي الصفاقسي معناتها عنده سنوات ويعاني من ازمه ماليه وما فماش لاعبين معناها كبار. اذا تحب لاعب كبير معناها ولاعب معناتها في منتخب وطني ولا لاعب معناتها عنده امكانيات كبيره لازمك امكانيات ماديه محترمه. هذاك علاش معناتها النادي الصفاقسي لقى روحه مضطر باش ياخذ على سبيل الاعاره لاعب من الاهلي، ولو هذه الاعاره ماهيش من شيء من الفرق الكبرى، لانه الاعاره الفرق الكبرى تعطي الفرق اقل منها اعاره. الاعاره لكن الاعاره على مده موسم ماهيش معناتها مش من عادات الفرق الكبرى. لكن نادي الصفاقسي لقى روحه مضطر لظروفه الماديه وللفراغ اللي خلاه علي معلول وما نجمش يعوضه، رغم معناتها تداولوا على المركز هذاك ممكن 3 ولا 4 لاعبين منهم من المنتدب ومنهم من ابناء النادي، ولكن معناتها فراغ كبير خلاه علي معلول في الفريق ما نجمش يعوضه. دونك لقى روحه مضطر الفريق باش يعوضه بحسين السيد الى ان يلقى معناتها الفريق معناتها مدافع ايسر في مستوى طموحات الجماهير وفي مستوى نادي الصفاقسي. ولكن حسين السيد على الفتره اللي قدمها بدايته تعتبر محترمه، ان شاء الله في يرجع ويكمل المشوار مع نادي الصفاقسي ويفيد نادي الصفاقسي في الحصول على يساهم في الحصول على المرتبه الثانيه اللي هي معناتها من اولويات نادي الصفاقسي حتى يعود للمشاركه الافريقيه في دوري الابطال.
في الفترة اللي حضرتك كنت متولي فيها مدير الكرة بنادي الصفاقسي التونسي، ايه حقيقة طلب النادي الاهلي انضمام اللاعب فراس الشواط في الفترة دي؟ هل فعلا الاهلي بعت فاكس رسمي؟ هل كان في مفاوضات حتى لو هاتفية، ولا الامور مجرد يعني اجتهادات صحفية مش اكتر؟ والله ما انا مانيش، قلت لك مانيش موجود معناها في التسجيل. لا انا بتكلم في فتره وجود حضرتك مع الصفاقسي لما كنت مدير للكره، هل الامر ده حصل؟ لا ما كانش موجود. معناتها انا عندي 4 سنوات من اللي غادرت التسجيل، لكن قعدت قريب من النادي، لكن على ما اعتقد وعلى المعلومات اللي عندي ما كانش فما اتصالات معناتها رسميه. ممكن بعض الاعلاميين ولا بعض الوكلاء اللاعبين اللي في بعض الاحيان يحبوا يخرجوا اخبار لرفع اسهم اللاعب ولا لغايات اخرى، الاعلاميين للاخبار معناها يحبوا يعملوا البوز كما نقولوا احنا في تونس. لكن ما اعتقدش، لانه نادي الصفاقسي بصراحه لو جاء عرض محترم من النادي الاهلي فراس شواط في ظل الازمه الماليه اللي قلت لك عليها، راهو النادي الصفاقسي كان فرط في فراس شواط. طيب العرض الوحيد اللي كان محترم من فراس شواط هو كان من فريق سعودي، لكن اللاعب رفض، فريق سعودي يلعب على تفادي النزول، رفض اللاعب باش يمشي له لانه ما يلبيش طموحاته الرياضيه فقط. اقتراب التونسي حمزه المثلوثي لاعب الصفاقسي السابق من الانضمام لنادي الزمالك، هل هتكون اضافه قويه للفريق؟ طبيعي. شوف، حمزه المثلوثي من احسن المدافعين اللي موجودين في تونس، وحتى ولو كان في فريق يلعب في وسط الترتيب ونادي البنزرتي كان لاعب في المنتخب الوطني، وفي بدايته مع النادي الصفاقسي معناتها قدم مردود ممتاز وممتاز جدا. لكن ممكن الموسم الاخير ولا الموسم اللي قبله معناتها النادي الصفاقسي بكله ما كانش في اوج العطاء نتاعو، تغيير المدربين، نقص على المستوى المادي، مشاكل ماديه ممكن خلات حمزه المثلوثي ما يوصلش للمستوى اللي كان ينتظروا منه الناس الكل. لكن هو قيمه ثابته بالنسبه لي، معناتها في نفس الوقت هو خساره انه يخرج من النادي الصفاقسي، لانه ينجم يضيف برشا وكان ديما نقطه قوه، رغم اللي ما كانش مردوده كما يتوقعوه برشا مشاهدين وبرشا ناس معناها يعرف قيمته الحقيقيه. رغم ذلك فانه كان قوه في النادي الصفاقسي وكان ديما معناتها موجود وكان ديما حاضر وعنده امكانيات محترمه. اعتقد انه الزمالك المصري باش يستفيد برشا من حمزه المثلوثي اذا يلقى الظروف، ولا معناتها خاصه معناتها الظروف، ما ماناكش نحكي على الظروف الماديه هذيك طبيعي لانه القرار باش يحسن المستوى المادي، لكن الظروف في مصر اعتقد معناتها الكوره خاصه حمزه المثلوثي لاعب مهاري معناها يحب لعب الكوره اللي الفرجوي، لعب الكوره معناتها الهجومي. وفي مصر نعتقد معناتها فريق الزمالك معناتها من نقاط القوه نتاعو هو اللعب الهجومي، فريق محترم جدا. واعتقد انه حمزه المثلوثي في نفس الوقت باش يكون خساره فنيا للنادي الصفاقسي، لكن ربح كبير للزمالك المصري. كابتن طارق سالم مدير الكره السابق بنادي الصفاقسي التونسي، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. شكرك.